قلة الأكل تطيل العمر، حكمة شائعة بين الناس وصلت إلى حد ثبوتها علميا وطبيا، حيث كشفت دراسة طبية حديثة أن تخفيض عدد السعرات الحرارية في الغذاء يسهم بشكل غير متوقع في إطالة العمر وتأخر ظهور الشيخوخة. ووجدت الدراسة التي شملت أشخاصا قاموا بتخفيض عدد السعرات الحرارية أقوى دليل حتى الآن على أن مثل هذا التقييد الغذائي يمكن أن يبطئ عملية الأيض التي تتسبب بالتقدم في العمر. وشملت الدراسة 200 شخص انتهجوا ما يعرف بالتقييد الغذائي لمدة عامين، وتبين بعد انتهاء الاختبارات أن معدلات الأيض انخفضت لديهم نتيجة لإنقاص الوزن بمعدل نحو 9 كيلوغرامات، كما انخفض لديهم الضغط التأكسدي المرتبط بأمراض الضغط والسكري والزهايمر وغيرها من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر. ولذا خلصت الدراسة إلى أن الحمية مقيدة السعرات الحرارية تحفز عمل الخلايا المسؤولة عن الأيض وعن الهرمونات والجينات التي تعمل جميعها على تأخير العلامات البيولوجية المرتبطة بالشيخوخة. ويعكف الباحثون حاليا على تجربة تأثير تقييد السعرات الحرارية لبضعة أيام فقط كل شهر، وما إذا ستكون نتيجته فعالة بنفس فعالية تقييد السعرات الحرارية المستمر بعد أن ثبت أن الحيوانات قصيرة العمر وصلت إلى نتائج تأخر الشيخوخة حتى بالحمية المتقطعة.